the shadow to my light. Did you feel us? Another star, you fade away. Afraid our aim is out of sight. Wanna see us alive. الجمهور اليمني حيو اليماني هجوم لكن سلمان الفرج يسدد. الله عرض مرة أخرى يا سلام. قلنا لكم سالم عوض، قلنا لكم سالم عوض. هذه المرة بمساعدة القائم الأيسر، بمساعدة القائم الأيسر تكفل بتصدي كرة سلمان الفرج. خطير يا جماعة، سلمان الفرج لعيب لعيب. شوف يسدد الكرة بهذه الطريقة بدون رقابة. سالم عوض بيد اليسرى بمساعدة القائم الأيسر، لكن الكرة في نهاية المطاف ما لبست على قدم حتى بابري الذي كان يستعد لأن يسجل الهدف الثاني له للمنتخب الأخضر السعودي. تلعب الكرة بالرأس الثالث، سالم عوض يا سلام. سالم عوض هو خط الدفاع الأول بالنسبة للمنتخب اليمني، خط الدفاع الثاني بعد أحمد الصادق ومدر عبد ربه، ينجح بالأمساك بالكرة حارس الكبير سالم عوض. الكرة لعبت بهذه الطريقة بالرأس، ضربة ركنية لصالح المنتخب السعودي. عبد الفتاح عسيري لعبت الكرة، حارس المرمى سالم عوض عادل من جديد. سالم فرج، سلمان الفرج وسالم عوض يتألق من جديد. سلمان الفرج وسالم عوض يتألق من جديد. محاولات هجومية للمنتخب السعودي وأتت الكرة على الطائر سددها سلمان علي البليهي اصطاد الكرة ببراعة. حكم المباراة يقول ما فيها شيء. الداحي، الداحي علاء الدين نعمان ينتقل عبر الجهة اليمنى يسدد. الله العالية، القائم الثاني الرأسية لكن ممتاز منصور والتصويب. الله 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 الله، يا سلام على سالم عوض، يا سلام على سالم عوض، يا سلام على الإنقاذ في اللعبة الماضية والتصدي. شوف 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 الرأسية في الكرة الكبير والسنوات الماضية يبحث على إنجاز جديد، لكن محاولة خطيرة 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 للمنتخب السنغافوري، خطيرة. لكن يا سلام يا سلام على سالم، الله على سالم، الله على سالم عوض مرة أخرى. سالم عوض تصدي على شكل متميز، وما زال منتخب سنغافورة ضياع الفرص في هذه اللحظات. شوف الكرة الملعوبة عن طريق سليماني في اللعبة الماضية، ومن ثم التصويبة من مرة أولى ومن مرة ثانية.